يقول محمد أن 13.2 أصغر من 13.11. خلي بالكم معايا، 13.2 معناها 13.2 من 10، و 13.11 معناها 13.11 من 100. بنقرأها كده، لما يكون عدد واحد بعد العلامة العشرية بنقول من 10، ولو كان عددين بنقول من 100، ولو كان ثلاثة أعداد بنقول من 1000. فيبقى العدد الأول 13.2 من 10، والعدد الثاني 13.11 من 100. يا ترى هل كلام محمد كلام صحيح؟ تعالوا نشوف الموضوع ده نقدر نقارنه ازاي. ال 13.2 من 10 هي اصلا بتساوي 13.20 من 100، وده ايه سببه؟ لان الجزء الواحد من 10 هو عبارة عن 10 اجزاء من 100، فبالتالي الجزئين من 10 هما عبارة عن 20 جزء من 100. وبالتالي هنستنتج ان 13.2 من 10 اللي هي بتساوي اصلا 13.20 من 100 اكبر من 13.11 من 100. وفي الحالة دي بيكون مقارنة محمد مقارنة خاطئة. وده هيخلينا نروح لدرسنا اليوم، درس ترتيب الاعداد العشرية والقصور العشرية. وهنتعرف في الدرس ده على حاجتين مهمين، اولا الترتيب والمقارنة للأعداد العشرية والقصور العشرية، وكمان الترتيب والمقارنة للقياسات العشرية. أنا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، وكمان حط لايك للفيديو، ويلا تابعوا معانا الشرح. يلا بينا نبدأ نتذكر بعض المعلومات الهامة. عند مقارنة الأعداد العشرية يمكننا استخدام الرموز التالي: يساوي، ومعناها ان القيمتين متساويتين تماما، لا يساوي معناها ان القيمة الاولى لا تساوي القيمة الثانية، اكبر من، ومعنى ذلك ان القيمة على اليمين اكبر من القيمة على اليسار، اصغر من، وهذا يعني ان القيمة على اليمين اصغر من القيمة على اليسار. هذه اربع علامات تساعدنا على المقارنة. ايضا يجب ان نتذكر بعض التحويلات التي تم دراستها سابقا، مثل تحويلات الطول. فعندنا الكيلومتر يساوي 1000 متر، والمتر يساوي 100 سنتيمتر، والسنتيمتر يساوي 10 ملليمتر. فبالتالي اذا اردنا التحويل من الكبير الى الصغير نقوم بالضرب في 1000 اذا كان التحويل من الكيلومتر الى المتر، واذا كان التحويل من المتر الى السنتيمتر نقوم بالضرب في 100، ومن السنتيمتر الى المليمتر نقوم بالضرب في 10. والعكس اذا اردنا التحويل من القيمة الصغيرة او من الوحدة الصغيرة الى الوحدة الكبيرة نقوم بعملية قسمة. ويجب علينا حفظ هذه الارقام: الكيلومتر يساوي 1000 متر، المتر يساوي 100 سنتيمتر، والسنتيمتر يساوي 10 ملليمتر. هذه تسمى تحويلات الطول. ايضا يوجد تحويلات الكتلة. الكتلة هي تحويل من الطن الى الكيلوغرام الى الجرام الى المليجرام. هذه وحدات قياس الكتلة، ويجب ان تنتبه انها كلها 1000، يعني هتكون معاك سهلة. الطن 1000 كيلوغرام، والكيلوغرام 1000 جرام، والجرام 1000 ملليجرام. عند التحويل من الوحدة الاكبر الى الوحدة الاصغر نقوم بعملية ضرب، وعند التحويل من الوحدة الاصغر الى الوحدة الاكبر نقوم بعملية قسمة. والموضوع هنا بسيط وسهل، وهنتعرف على امثلة ان شاء الله. السعة، عندنا تحويل بيقول ان اللتر بيساوي 1000 ملي. اذا اردنا التحويل من اللتر، لو عملنا نفس الطريقة، اذا اردنا التحويل من اللتر الى الملي هنعمل عملية ضرب في 1000، او العكس من الملي لتر الى اللتر هنعمل عملية قسمة على 1000. الموضوع بسيط جدا، للتحويل من الوحدة الأكبر إلى الوحدة الأصغر هنعمل عملية ضرب، وللتحويل من الوحدة الأصغر إلى الوحدة الأكبر هنعمل عملية قسمة، بس يجب أن ننتبه إلى الأرقام الخاصة بالتحويلات. تعالوا نتعرف على بعض التمارين. رتب الأعداد العشرية الآتية ترتيبا تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. السؤال ألف: 1.8%، 2.11%، 1.3%، 1.18%. هنلاحظ ان الارقام دي كلها من 100، شايفين؟ الا هذا من 10. بسيطة، التلاتة من 10 معناها 30 من 100. كده اصبح الموضوع نفس الشيء، كلهم من 100. طيب تعالوا نشوف المقارنة. اولا المقارنة نبدأ بالاعداد الصحيحة. الاعداد الصحيحة هنا 1، هنا 2،
هنا واحد، هنا واحد. طبعا احنا هنبدأ من الأصغر، الأصغر هو الواحد. طيب أنا عندي واحد واحد واحد، أبدأ بمين فيهم؟ أصغرهم. هنا 1.8، هنا 1.30، هنا 1.18. مين أصغرهم؟ أصغرهم 1.8. أصغر من كام؟ أصغر من 1.18. أصغر من 1.30، اللي هي كانت 3/10. أصغر من طبعا ده آخر واحد اللي هو 2.11. يجب علينا أثناء الترتيب أن ننتبه إلى أن الترتيب لابد أن يكون كاملا صحيحا، لأن الدرجة لا تجزأ. تعالوا نشوف السؤال بقى. 5.183، 5.77، 50.44، 5.9. هنلاحظ أن كلهم من 1000، هذا من 1000، هذا من 1000، إنما هذا من 100، هنضيف له صفر هيكون من 1000، وهذا من 1000، كده أصبحوا كلهم من 1000. في المقارنة هنبدأ بالأعداد الصحيحة، هنا 5، هنا 5، هنا 50، هنا 5. طبعا الأصغر هو 5. طب يا ترى مين أصغر واحد فيهم؟ طبعا 5.9، أقل من، هنشوف اللي بعدها، 5.77. بعديها 5.183. تبقى عندي هذه الأخيرة اللي هي 50.440. الترتيب لازم تكون محتاج تركيز على أساس إن أنت ترتب بشكل صحيح وما تغلط، لأن أنت لو غلطت في واحدة فقط هيضيع منك الدرجة بالكامل. تعال نشوف تمرين آخر. رتب القياسات العشرية الآتية ترتيبا تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. هنلاحظ شيء مهم جدا، هنا دي قياسات، يعني مثلا 34.5 سنتيمتر، هنا 500 مليمتر، هنا 29 سنتيمتر، هنا 19.5 مليمتر. هنلاحظ ان في 2 سنتيمتر و2 مليمتر. الترتيب هنا لا يصلح، لابد ان يكون كله سنتيمتر او كله مليمتر. طيب ببساطة جدا، يفضل تحويل الوحدات الأكبر إلى وحدات أصغر، لأنها بنستخدم فيها عملية الضرب، وطبعا ممكن العكس مفيش أي مشكلة. خلونا نستخدم الأكبر نحوله إلى الأصغر. مثلا 34.5 سنتيمتر عشان نحولها إلى المليمتر لازم نضربها. طب نضربها في كام؟ هنضربها في 10، لأن السنتيمتر بيساوي 10 مليمتر. لما نضرب في 10 العلامة تتحرك إلى اليمين خطوة واحدة، هتكون الإجابة 345 مليمتر. يبقى هنكتب فوقيها كده 345 مليمتر، هذه قيمتها، نفس القيمة. أيضا 29 سنتيمتر هنضربها في 10، هتكون الإجابة 290 مليمتر. كده أصبحوا كلهم بالملي. يلا نبدأ عملية الترتيب. مين أصغر واحد فيهم؟ طبعا واضح جدا أن أصغر واحد هو 19.5 مليمتر، يبقى هنكتب دي في البداية. طيب مين اللي بعدها؟ خلصنا دي، اللي بعدها هيكون 290 مليمتر، اللي هي أصلا 29 سنتيمتر. خلصنا دي، مين اللي بعدها؟ 345 مليمتر، اللي هي 34.5 سنتيمتر، وفي الأخير 500 مليمتر. يعني ما ينفع ان انت ترتب القياسات العشرية الا بعد التحويل، لازم نحول الاول ونخليهم كلهم نفس الوحدة. السؤال بقى، هنا عندي بالكيلوغرام، الجرام، الكيلوغرام، الجرام. لاحظنا ان عندي 2 كيلوغرام هنا و2 جرام. نحول مين؟ نحول الكيلوغرام، اسهل. طب هنضربها في كام؟ هنضربها في 1000، لان الكيلوغرام 1000 جرام. يبقى 1.75 كيلوغرام هتساوي كم جرام؟ هنضربها في 1000. عشان نضرب في 1000 لازم العلامة تتحرك 3 خطوات، يبقى لازم نزيد صفر هنا عشان يكون 3 أرقام، فتكون الإجابة 1750. تمام. نفس الشيء 9.10 كيلوغرام، هنضربها في 1000 يبقى لازم نزيد صفرين عشان يكون 3 أرقام، تكون الإجابة 900 جرام. كده حولناهم، نكتب فوقيهم، هتكون دي 1750 جرام، وهتكون دي 900 جرام. لما نيجي نبدأ نرتب، يلا نرتب. أصغر حاجة عندي هنا هتكون 900 جرام، اللي هي 9
من 10 كيلو جرام، 9 من 10 كيلو جرام. بعدين اللي بعدها هيكون ال 1750، لأن دي 1800 دي 1900، يبقى هي دي اللي هي 1.75 كيلو جرام. بعدين خلصنا هذه وخلصنا هذه، هيكون ال 1800 جرام، وفي النهاية 1975 جرام. الترتيب شيء سهل جدا، بس لازم ننتبه لطريقة الترتيب. تعالوا نشوف السؤال ج. هنا تحويلات الساعة لتر وملي لتر ولتر وملي لتر. هنحول اللتر نضربه في 1000، لما نيجي نضرب في 1000 هنحرك العلامة ثلاث خطوات، هيكون 125 ملي لتر. وهنا لو ضربنا في 1000 هنحط هنا صفرين، هيكون 200 ملي لتر. كده حولناهم كلهم للملي. مين اصغر حاجه؟ طبعا زي ما انتم شايفين اصغر حاجه ال 100 ملي، يبقى اول شيء 100 ملي. بعدين ال 125 طبعا اللي هي 125 من 1000 لتر. بعدين خلصنا هذه ال 100 ملي وال 125، ال 150 ملي، وفي النهايه ال 200 اللي هي 2 من 10 لتر. الموضوع بسيط جدا، اهم شيء تنتبه. تعالوا نشوف تمرين بيقول لي اكتب علامه اصغر او اكبر. تعالوا نشوف، طبعا هنا 56.4 من 10، هنا 56.35 من 100. هنحط هنا صفر تكون 40%، وهنا 35%. طبعا الاعداد الصحيحه مثل بعض، يبقى نقارن الاجزاء، هنا 40 وهنا 35، يبقى ال 40 اكبر. هنا 505 من 1000، هنضيف هنا صفرين عشان تكون من 1000، يعني 700 من 1000. مين اقل؟ مين اكبر ومين اقل؟ ال 505 هي الاقل. تمام. هنا 7800 متر، هنا 8 من 10 كيلو متر. ال 8 من 10 هنضربها في 1000، يبقى نزيد صفرين، يبقى تطلع 800 متر. يبقى مين اكبر؟ طبعا الاكبر 7800 متر. لازم تحول عشان تقدر تحل. تعالوا نشوف واحده ثانيه، 77 من 100 طن. ال 77 عشان نحولها للكيلو جرام هنضربها في 1000، يعني هنزود، هنحرك العلامه ثلاث خطوات، يعني هنزود صفر، يعني 770 كيلو جرام. وهنا 806، يعني اقل. هنا 156.3 من 10 سنتيمتر، وهنا 1234 ملي متر. هنا هنضرب في 10 عشان نحولها للملي، هتكون 1563، لان هنحرك العلامه خطوه واحده، يبقى فعلا دي اكبر، لان دي 1500 انما دي 1200. هنا اللتر عايزين نحوله الى الملي لتر، نضربه في 1000 يبقى نزيد صفرين، يعني 500 ملي لتر، وهذه 700، يعني اقل. الموضوع بسيط، حول وقارن، حول وقارن. تعالوا نشوف التمرين ده، يرقد فوزي وأمجد حول الحديقة كل يوم ويسجلان المسافات التي يقطعانها لمدة 10 أيام، فيما يلي المسافات التي قطعها فوزي: 400 متر، 2.4 من 10 كيلو متر، 8 من 10 كيلو متر، 3200 متر، 32 كيلو متر، 1.2 كيلو متر، 1.6 متر، 2000 متر، 3.6 كيلو متر، 1.5 كيلو متر. ما المسافة التي تعتقد أن فوزي قد كتبها بشكل خاطئ؟ اشرح إجابتك. طبعا زي ما انتم شايفين أن المسافات كلها تتراوح بين ال 2 كيلو، ال 3 كيلو، يعني ما بتزيد عن كده. إنما هذه 32 كيلو، فهذه مخالفة جدا لأنها كبيرة، لأنها مسافة كبيرة جدا. وأيضا لو بصينا على المسافة 1.6 متر، لأنها صغيرة جدا، تجيش خطوتين، يعني تعمل خطوتين، المسافتين دول مش من المنطق ان هم يكونوا صحيحة، لأن واحدة كبيرة جدا والتانية صغيرة جدا. المسافات التي قطعها أمجد 2 كيلو متر، 4000 متر، 4000 متر يعني كام؟ يعني 4 كيلو متر. هنا 75 من 100 كيلو متر، هنا 3.5 من 10 كيلو متر، هنا 1000 متر يعني 1 كيلو، هنا 3000 متر يعني 3 كيلو متر، هنا 1.25% كيلو متر، هنا 5 من 10 كيلو متر، هنا 3250 يعني 3.25 كيلو متر. طبعا لما بنيجي نحول للكيلو متر بنقسم على 1000، يعني نضع العلامة بعد ثلاث أرقام، يبقى 3.25، هنا 1.75 كيلو متر. يقول أمجد أن أطول مسافة قطعها كانت أكبر بعشر مرات من أقصر مسافة قطعها. مين أكبر مسافة هو قطعها هنا؟ لو أنتوا لاحظتوا أكبر مسافة قطعها هي 4 كيلو متر، اللي هي 4000 متر، دي أكبر مسافة. طيب ومين أصغر مسافة قطعها؟
أصغر مسافة قطعها اللي هي 5 من 10 كيلومتر. لو بصينا أصغر رقم 5 من 10 كيلومتر. طيب الخمسة من عشرة كيلومتر احنا ضربناها في 10، هل هتوصل للأربع كيلومتر؟ تعالوا نشوف. الخمسة من عشرة لو ضربناها في 10 مرات، 10 في 5 من 10 تديك الإجابة 5، يعني 5 كيلومتر، وهذه لا تساوي 4 كيلومتر، يبقى إذن الإجابة لا. اللي قاله أمجد غير صواب. ليه؟ لأن أقصر مسافة لو ضربناها في 10 لا تساوي أطول مسافة، لأن أطول مسافة 4 كيلومتر وأقصر مسافة 5 من 10 كيلومتر، ولو ضربناها في 10 هتديني 5 كيلومتر، يعني غير متساويين. إذا علمت أن فوزي وأمجد يرقدان حول حديقتين مختلفتين، المسافة حول الحديقة الأولى 250 متر بينما المسافة حول الحديقة الثانية 400 متر، يكمل فوزي وأمجد لفاتهما كاملة حول الحديقة الخاصة بكل منهما، من منهما تعتقد أنه يرقد حول الحديقة البالغ طولها 250 متر؟ فسر إجابتك. يا ترى مين اللي بيرقد حول الحديقة البالغ طولها 250 متر؟ لو احنا قارنا الأطوال اللي موجودة هنا بالطول 250 متر، هنلاحظ شيء مهم جدا، إن المسافات اللي تحت كلها مضاعفات لل 250 متر، يعني مثلا ال 2 كيلو هي مضاعفات لل 250 متر، لأن 250 متر و 250 متر يديك 500 متر اللي هو نص كيلو، 500 متر و 500 متر يديك كيلو اللي هو 1000 متر، وهكذا كيلو وكيلو يديك 2 كيلو، يعني ال 2 كيلو من مضاعفات ال 250 متر، أيضا ال 4000 متر من مضاعفات ال 250 متر، ال 75% أيضا من مضاعفات ال 250 متر لأنها 750، وهكذا كل هذه الأطوال اللي موجودة والمسافات اللي موجودة عند أمجد هي من مضاعفات ال 250 متر، إنما فوق لا، في من مضاعفاتها وفي لا، يعني مثلا ال 400 ليست من مضاعفات ال 250، لأن 250 و 250 تديك 500، يبقى الإجابة إن أمجد هو الذي يرقد حول الحديقة البالغ طولها 250 متر، لماذا؟ لأن جميع المسافات من مضاعفات ال 250 متر، كل مسافاته من مضاعفات ال 250 متر. ده السبب اللي خلانا نقول ان امجد هو اللي كان بيرقد حول الحديقه البالغ طولها 250 متر. بكده وصلنا للواجب، اكتب علامه يساوي او لا يساوي في كل مما يلي: 205 و5 من 10 سنتيمتر و255 ملم، هل هم متساويين ولا لا؟ 125 من 1000 لتر و125 ملي لتر، هل هم متساويين ولا لا؟ منتظرين اجاباتكم في التعليقات. شكرا لحسن استماعكم. أعزائي متابعين القناة، شكرا جزيلا على متابعتكم للشرح، نرجو أن يكون نال إعجابكم، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تعملوا اشتراك في القناة من زر الاشتراك الأحمر اللي أسفل الفيديو، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل الإشعارات للكل. وكمان لو عايز تتواصل معنا، عندك في صندوق الوصف جروب الواتساب وصفحتنا على الفيسبوك وكمان رابط الاشتراك في القناة، ومنتظرينكم إن شاء الله، ومنتظرين استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.